هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مشاهدي موقع لوسيت تي في أجدد بكم ترحاب حلقة جديدة من برنامجكم بطولة برو. حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام غنتكلموا على مباريات البطولة الوطنية الاحترافية بالإضافة إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الرجاء وشبيبة القبيلة. والحديث على المواضيع غادي يرافقني في هذه الحلقة الصحفي سمير الديدي. سي سمير مرحبا بك في حلقة اليوم. شكرا سي أيوب، شكرا مرحبا بيا عندكم هنا في لوسيت تي في مرة أخرى، وتنتمنوا باش نكونوا ضيوف خفاف على المشاهدين ديال لوسيت تي في. سي سمير في البداية قبل ما نتكلموا على مباريات البطولة الاحترافية، واحد اللقطة البارح اللي تارت الضجة هي العنصرية اللي تعرض لها دايو مدافع نهضة البركانية في مباراة نهضة البركان أمام اتحاد طنجة. هو صراحة شيء مؤسف اللي شفناه البارح، صورة تخدج السمعة ديال كرة القدم الوطنية والسمعة حتى ديال البلاد ديالنا، وما تتماشاش مع السياسة ديال الملك محمد السادس في إطار انفتاح على الدول الإفريقية والمجهودات اللي بدل في هذا الاتجاه. كنتمنى من بحال هاد الممارسات ما نبقاوش نشوفوها، وكنتمنى الجامعة تدخل وتضرب بيد من حديد على اللاعب اللي تلفظ بداك الكلام العنصري ضد دايو. للاسف هذا الموسم شفنا بزاف د الحوايج ديال العنصريه. شفنا القضيه ديال سي سوكو مع الوداد، تحدث هو على العنصريه، تحدث على بزاف د الحوايج. شفنا لاعبين اخرين مع نفس الفريق، مع نادي الوداد الرياضي، مع ماشي نقولوا مع النادي، مع رئيس النادي، تما تحدثوا على العنصريه وتحدثوا على بزاف د الحوايج. تنتمنى باش يكون تدخل وباش نعاقبوا هاد الناس اللي كدير هادشي، لانه الصوره ديال المغرب ماشي الكره، الصوره ديال البلاد ديالنا تتضرب. لانه تصور هاد اللقطه ديال دايو غتاخذها وسائل الاعلام في البلاد ديالو، غياخذوها في الافريق، بزاف د الحوايج اللي كتضرب العمل اللي كيقوم به صاحب الجلاله على المستوى الافريقي. دونك تنتمنى من الجامعه باش تدخل وتصدر عقوبات صارمه في حق اللاعب اللي تلفظ بعبارات عنصريه ضد دايو. كما قلت سي سمير، كنتمنى الجامعه الملكيه المغربيه كره القدم تدخل في هذا الامر ونبقى نشوفوا بحال هاد اللقطات في البطوله الوطنيه ديالنا اللي كتخدش الكره المغربيه. سي سمير، رجعنا للبطوله الوطنيه الاحترافيه، نقدر نقولوا الوداد احسن البطوله بواحد نسبه 99.99%، كيفصلوا نقطه واحده على التتويج باللقب 21. كيفاش كتشوف خاصه في مقدمه الترتيب سي سمير؟ لا استثنينا الوداد، غنتكلموا على الرجاء وجيش الملكي والصراع اللي باقي بيناتهم على المركز الثاني. الوداد فالتجربة ديال اللاعبين والتجربة ديال المدرب فوزي البنزرتي استطاعوا يحسموا اللقب بنسبة كبيرة على بعد دورات، يعني حسموه بكري، خصوصا انه مباراة الديربي كانت فاصلة في تحديد البطل ديال الدوري. من بعد الديربي عاود ربحوا ماتش اخر مع مرحموش وازم، زعما بقات خاصهم نقطة. كنظن ان الوداد تستحق اللقب، كيعرفوا كما قلت لك في حلقات ماضيه الوداد تعرف تربح، ما كيقلبوش على الفيستيفال ولا يقلبوا على السينما ولا هذيك، كيعرفوا يربحوا الماتشات اللي يستاهلوا يربحوا كيربحوهم، جمعوا النقاط بكري والنتيجه انهم حسموا اللقب بنسبه كبيره. ولا تكلمنا على المركز الثاني، نقدروا نقولوا ان الصراع بين الرجاء والجيش الملكي مستمر. اليوم امس شفنا الهزيمه ديال الجيش الملكي امام الدفاع حسن الجديدي، بكل صراحه هزيمه غير منتظره نظرا للنتائج الايجابيه اللي حققها الجيش الملكي في المباراه. الجيش كان بامكانه يكون منافس قوي ديال الرجاء على المركز الثاني في الشامبيونال، لو استثمر المقابله ديالو يوم امس ضد الدفاع حسن الجديدي. البارح ما صراحه شفنا المقابله، الجيش ما بانش بداك ديك الصوره المعهوده عليه مع المدرب البلجيكي ستيفن، يعني ما كانش داك ما كرياوش دي زوكازيون، ما كانوش مزيانين. كنظن ان فريق الجيش الملكي البارح ضيع فرصه ذهبيه باش يبقى منافس بشراسه على المركز الثاني رفقه الرجاء. مازال حسابيا مازال هم كينافسوا على المركز الثاني. كنظن الرجاء سا ديبون شنو غيديروا في الفينال مع شباب القبيل باش يرجعوا الشامبيون، اذا كانت النتيجه مزيانه غيرجعوا بواحد المورال مزيان، يقدروا يحسموا المركز الثاني لصالح ديالهم. اذا كان العكس وكانت لا قدر الله هادشي ما بغيناش حنايا تكون شي نتيجه خايبه مع القبائل، غتاثر عليهم وتقدر تخلي الجيش ينفسهم. تكلمنا على اسفل الترتيب، نقدر نقولوا المغرب فاسي بعد ثلاث انتصارات متتاليه كنشوفوا انه صعد المركز الخامس او السادس، نقدروا نقولوا انه ضمن البقاء ديالو بواحد النسبه كبيره في القسم الوطني الاول. شباب محمديه كذلك مع الاطار الوطني محمد فاخر،
كيفاش كتشوف نتائج ديال هاد الفرق؟ هو الفارق اللي كاين بين الفرق ديال اسفل الترتيب مع الفرق المقدمه ما كانش كبير. الا شفنا دابا المغرب الفاسي ثلاثه الماتشات راه ولاو هما الستين ولا الخمسين، مع العلم انهم كانوا 11 12 13. يعني هنا فين كتكون كيكون بحال الفخ، يعني كاع هذوك الناس اللي الخمسه الاخرانيين مهددين، نقدر انا نربح جوج خطرات ونولي في وسط الترتيب. كنظن زمامره ما نقولش لك وضعوا الرجل الاولى في القسم الثاني، ما صعيب عليهم الحال باش يرجعوا في الصراع باش يحيدوا من النزول. جديده بالفوز على الجيش، يعني تكالمات الوقت شويه تما وخصهم مازال يخدموا، مازال خصهم انتصارات باش ينقضوا الفرقه ديالهم، علما ان جديده كيقضي احد أسوأ المواسم ديالو في السنوات الاخيره، السنوات العشر الاخيره، موسم كارثي بكل المقاييس. ملي كنقول لك موسم كارثي كان كومباريزي مع الامكانيات اللي كاينه في جديده، امكانيات ماليه كبيره، مدينه كل شيء كيبغي الفرقه، عندهم واحد العشق النادي ديالهم، كاينه الفلوس، باعوا لعابه بزاف، باعوا ازارو، باعوا احداد، باعوا مصوفه، يعني كاين السيوله الماليه كاينه، يعني حشومه وعار ان جديده تعاني بهذه الطريقه. تنتمناو لهم بطبيعه الحال، تنتمناو كما كنتمناو كاع الفراقي باش ينعتقوا، لان جديده كتبقى فرقه كبيره. بالنسبه لواتزم شفناهم مع الصحابي داروا واحد ماشي كما كنقولوا ريمونتادا، رجعوا في النتائج شويه، بداوا يصوفيو، والهزيمه ديالهم مع الوداد زاد تعقدت عليهم الامور. الصراع غيبقى مستمر حتى اخر دوره، هذا هو التوقع ديالي على شكون اللي غيرافق الزمامره، لان الزمامره صعيب يرجعوا كما قلت لك في لاكورس. محمديه مع محمد فاخر من اصل 12 نقطه داروا 9، يعني نتيجه مشجعه للابناء ديال المحمديه. بان داك الديكليك ديال محمد، بانت اللمسه ديالو. في الاصل المحمديه هذا الموسم ما خصهاش تعاني بالنظر للامكانيات اللي وفر الرئيس ايتمنى والتعاقدات اللي داروا. انا بالنسبه لي شخصيا كانت مفاجاه ان المحمديه تعاني بهذه الطريقه. كنظن كما قلت لك ونعاود نقول لك بانه غادي يبقى الصراع حول الانعتاق حتى لاخر دوره. نغلق القوس ديال البطوله الوطنيه، نتكلموا على مباراه نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه، المباراه اللي كيتسناوها جميع المغاربه وجماهير الرجاويه خاصه. كيفاش كتشوف هذه المباراه في ظل الازمه اللي كتعيشها فريق الرجاء البيضاوي؟ نقدر نقول شي ازمه نتائج مؤخرا، نتائج غابت على فريق الرجاء الرياضي مؤخرا، كنشوفوا تعادلات، هزيمات، تعادلات، ما كانش نتائج، كنشوفوا ان فريق الرجاء البيضاوي ما تمكنش انه يسجل منذ مده، ما وصلش البطوله. كيفاش كتشوف هذه المباراه السنه؟ انا من خلال التجربه، من خلال المتابعه ديال المباريات ديالنا ديال الرجاء الرياضي طيله المواسم الاخيره، مؤمنين عقلت انايا الرجاء في الديربيات المغاربيه كيكونوا مزيانين. الرجاء ما غندويش معاك على الشامبيونات شنو داروا، الازمات شي ما ندخلوش معاك. الرجاء كيكبروا في الماتشات الكبار، كنتمناو غدا ان شاء الله باش يكونوا في نهارهم. استحضروا ديك الهويه ديالنا ديال الرجاء الرياضي، يربطوا الماضي بالحاضر، لان الرجاء في المباريات الكبيره كما قلت لك سيرتو على مستوى الديربيات المغاربيه كيكونوا في نهارهم، وكي رغم كل المشاكل. لا الا شتي غير في العهد ديال جواد الزيات كانت المشاكل، وكان هادي وربحوا الكاف وجاو في مباراه مصيريه امام الترجي في السوبر كوب وربحوها فاصل مو بالاداء وداك الشيء. تنتمناو هادشي غدا يكون حاضر، تنتمناو من المدرب دراجة غدا هو اللي خصو يعاون اللعابه، ماشي باش خصو يعاونهم يعني بقراءة ديالو الخصم بتغييرات تكون في بالعقل. كنظن بنسبة كبيرة الرجاء غيرجعوا بنتيجة إيجابية من الجزائر. كتشوف أن غياب مجموعة من اللاعبين ومجموعة من اللاعبين الآخرين دو اختيارات المدرب ما غنتكلموش فيهم، بكل صراحة أنا ما كنبغيش ندخل في هذه المتاهات حاليا قبل النهائي، مي اختيارات المدرب مجموعة من اللاعبين اللي راجعين من الإصابة، حفيظي، بوطيب، وش هادشي ما غيأثرش على الرجاء الرياضي؟ انا كما قلت لك المدرب مطالب باش يعاون الرجاء، لانك انت خديتي واحد القرارات الله يسهلها لك، خديتي قرار ابعاد متولي، ابعاد هذا، ابعاد هذا، ابعاد هذا، عندك لعابه راجعين من لابيوسور، درتي غلط انك لعبتي الشاكر في اكادير وخدا اصابه اللي تما ما كانش خصك تلعبه، لان عندك غير ثلاثه المدافعين اليوم ولا عندك غير جوج مدافعين اللي توعد لك الشاكر، يعني المسؤوليه الكبيره غيتحملها المدرب التونسي. كنتمنى واحد الموفق لفريق الرجاء الرياضي سي سمير، شكرا لك مره اخرى.
شكرا لك سي ايوب على الاستضافه، وكنتمنى واحد موفق للنادي الرجاء الرياضي لانه غيمثل المغرب في نهائي قاري، كنتمنوا لهم الفوز وان شاء الله يكون خير. لا خوف على فريق الرجاء الرياضي، كما كنقولوا فريق تحديات لاغلبيه الالقاب الافريقيه ديالو جابها من خارج المغرب، كنتمنوا له حد موفق مره اخرى. حد موفق نادي الرجاء، شكرا سي ايوب. مشاهدينا الكرام الى هنا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا، كنتمنوا تكون نالت الاعجاب ديالكم، كنضرب لكم موعد في الحلقه القادمه ان شاء الله. هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.